الأستاذ أمجد كيلاني بيسأل: هل الروح القدس حلت على أشخاص دون أشخاص؟ هذا يعتمد. في العهد القديم يختلف عن العهد الجديد. طبعا هذا تفسير اللاهوتيين، لا يوجد هناك طبعا دليل على ذلك، لكن تفسير اللاهوتيين على ذلك من يعني بياخذوا بعض النصوص الموجودة في العهد القديم، إنه كان هناك في قصص إنه الرب كان يحل على بعض، طبعا الرب بالروح الرب قصدهم، إنه يحل على بعض الأنبياء، فكانوا يتنبؤوا أو يقولوا أشياء راح تحصل، أو مثلا يعملوا أو يوصلوا رسالة معينة للناس أو للملوك، ثم الرب كان يغادرهم. فكان يعني مجيء الروح القدس على الأرض كان بشكل مؤقت. لكن في العهد الجديد بعد ما المسيح جاء قال إنه أنا راح أجيب هذا الروح القدس وسيمكث معكم. طبعا أعطيكم بعض الأمثلة. في العهد القديم في صموئيل الأول 18-12، وكان شاول اللي هو طالوت، اللي هو طالوت في الإسلام، وكان شاول يخاف داود عليه السلام لأن الرب كان معه وقد فارق شاول. يعني طالوت كان ينزل عليه الروح وبعدين يتنبأ وبعدين أو يعمل مثلا الرسالة وبعدين يروح. استغفر الله العظيم، هذا اللي كان يحكوه طبعا إنه نصارى. بعدين بيقول في العهد الجديد أن المسيح قال يوحنا 14-17: روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. بعدين: وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. أن هذا الروح القدس يبقى في هذه السماء الدنيا على الأرض مع الناس، وأنه سيقود الناس إلى ما هو يعني حق. طبعا هذا هو تفسير المسيحيين في ذلك.